السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في تفسير اسم نور في المنام. هذا الاسم هو اسم جميل ومشتق من يعني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض. فهذا الاسم ظهوره في المنام العزباء يدل لها على الخير، يدل لها على الهداية، يدل لها على صلاح الأحوال، ويدل لها على تحولات ستطرأ في حياتها للأفضل بكثير جدا. في منام المرأة المتزوجة ظهور اسم نور يدل لها على الهدوء والاستقرار الأسري الذي سوف تنعم به. يدل لها كذلك إن كانت لديها مشاكل وخلافات بين زوجها على أن هذه الأوضاع ستتبدل للأحسن. للمرأة المتزوجة التي يعني لم تنجب بعد والتي يعني تريد الإنجاب، ظهور اسم نور في المنام يدل لها على أنها ستحمل عن قريب، وأن الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا المولود سيرزقها برزق كثير، وسيكون لها مولودا صالحا بإذن الله. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يناديها بهذا الاسم، اسم نور في المنام، فهذه الرؤية تدل على شدة المودة والرحمة والحب الذي يجمع بينهما. في منام الرجل ظهور اسم نور في المنام يدل له إلى تحولات في حياته للأفضل، وأن كل ما هو قادم هو جيد، وأن حياته ستكون إن شاء الله سعيدة، وأنه يبشر بالخير ويبشر بالرزق. وإن كانت له هموم فإنها ستفك، وإن كانت له استجارة فإن هذه الاستجارة ستنعم يعني ستصبح كثيرة. ومن يرى رجل كبير في السن اسمه نور، فهذه الرؤية تدل للرائي الذي يعاني من مشاكل وكرب على أن كل هذه المشاكل ستنتهي، وأن كل ما هو طاقات سلبية ونحسة يطرد من حياته. هذا كل ما يدور حول رؤية اسم نور في المنام. من لديه رؤية خاصة فليكتب على شكل كومنت، وإن شاء الله نستجيب لكم. لا تنسوا ضغط زر سبسكرايب تفضلا منكم وليس أمرا، وكذلك اللايكس إن أعجبكم الموضوع، ومشاركة القناة مع أصدقائكم وأحبائكم. وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى موضوع قادم.